السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، ها نحن نلتقي من جديد وفي حصة ثانية من مادة الرياضيات لنصحح أنشطة المراجعة والتثبيت التي أدرجت خلال هذا الأسبوع وعلى بركة الله مع أنشطة يوم الاثنين. ومع النشاط الأول أضع وأنجز ما يلي: لدينا 3465 زائد 4837. الوضع الأفقي، سنضع ونحسب مجموع هذين العددين ونكتب 3465 زائد 4837. استعمل المسطرة طبعا. أحسب الآن بعدما وضعت الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والآلاف والمئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف. أبدأ الحساب من الوحدات: 5 زائد 7 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 6 زائد 3 9 والاحتفاظ 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 4 زائد 8 12 والاحتفاظ 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 3 زائد 4 7 والواحد 8، ومجموع العددين سيكون 8302. ونمر للعملية الثانية: لدينا 1202 زائد 456. نضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات والآلاف تحت الآلاف. ونلاحظ بأن العدد مكون من 4 أرقام وهذا من 3 أرقام، يكفي أن أحترم الرتب وأحسب بدءا من الوحدات: 2 زائد 6 تساوي 8، 0 زائد 5 تساوي 5، 2 زائد 4 تساوي 6، 1 زائد 0 تساوي 1. المجموع هو 1658. ونمر للعملية الثالثة: لدينا 133 زائد 247. 3 زائد 7 تساوي 10، أكتب 0 احتفظ بواحد. 3 زائد 4 7 والواحد 8، 1 زائد 2 تساوي 3، والمجموع هو 380. ونمر الآن للنشاط الثاني: أكتب الأرقام الناقصة في كل عملية. لدينا 8 زائد 2 تساوي 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 7 زائد 1 تساوي 8، زائد كم؟ إذن هذه لا تعني 6 وإنما 16. 7 زائد 1 8، نكتب هنا الرقم الناقص هو 8، وبالتالي ستكون 7 زائد 8 15 والاحتفاظ 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد. 6 زائد 8 14 والاحتفاظ 15، أكتب 5 وأحتفظ بالواحد هنا. إذا لدي 1 زائد 1 2 ولدينا هنا 6، كم أضيف 2 وأحصل على 6؟ إذا أكتب هنا 4. نمر للعملية الموالية: لدي كم زائد 2 تساوي 8؟ الرقم المطلوب هو 6. 6 زائد 2 تساوي 8. 3 زائد 9 تساوي 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. 2 زائد 5 7 والاحتفاظ 8. 1 زائد 3 تساوي 4. نمر للعملية الثالثة: لدينا كم زائد 3 تساوي 7؟ مادام أن هذا العدد مع هذا، يعني مجموع هذين العددين هو 7، يمكنني أن أجد هذا الرقم. 7 ناقص 3 تساوي 4، أو 3 زائد كم تساوي 7، الجمع تبادلي. لدينا 4 زائد كم تساوي 8، إذا أكتب هنا 4.
4 + 4 تساوي 8، 0 + 8 يساوي 8، أي عدد أضيف له الصفر يبقى العدد نفسه. كم زائد 1 تساوي 4؟ هنا الرقم الناقص هو 3. ونمر للنشاط الثالث. توجهت السيدة مريم إلى السوق، اشترت 5 كيلوغرامات من اللحم بثمن 75 درهما للكيلوغرام الواحد، وفواكه بثمن 125 درهما. المطلوب احسب المشتريات. المطلوب منك أن تحسب المشتريات. بعد قراءة النص نحدد هذه المشتريات. اشترت السيدة 5 كيلوغرامات من اللحم بثمن 75 درهما للكيلوغرام طبعا الواحد، وفواكه بثمن 125 درهما. بعد قراءة النص يتضح بأن النص ذا بنية ضربية وجمعية، سنستعمل الضرب والجمع. إذن سنحدد، مادام أنني أعرف ثمن الكيلوغرام الواحد هو 75 درهما وأن السيدة اشترت 5 كيلوغرامات، أولا أحسب ثمن اللحم. ثمن اللحم هو 75 في 5، أضع وأنجز العملية، خمسة في خمسة 25، أكتب 5 وأحتفظ بإثنان، 5 × 7 35، + 2 37. إذن ثمن اللحم هو 375 درهما. ثانيا أحسب الآن ثمن المشتريات، هو السؤال المطروح. ثمن المشتريات سأستعمل عملية جمع، وأعني بالمشتريات الفواكه واللحم. إذن أعلم الآن بأن ثمن اللحم هو 375 درهما زائد 125 درهما، يعني ثمن اللحم وثمن الفواكه. أضع وأنجز العملية، لدينا 375 زائد 125، أستعمل مسطرة. 5 + 5 تساوي 10، أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 7 + 2 = 9 والاحتفاظ 10، أكتب الصفر وأحتفظ بواحد. 3 + 1 = 4 زائد الاحتفاظ 5، والمجموع سيكون هو 500 درهم، هو ثمن المشتريات. لقد وظفنا الضرب والجمع لحل هذه المسألة. ونمر لصحيح أنشطة المراجعة والتثبيت الصادرة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، ومع التمرين الأول ألاحظ النتائج وأكتب العلامة المناسبة زائد أو ناقص أو في مكان النقاط. لاحظ جيدا، ما هي العلاقة بين 6 و5 ولدينا 30؟ إذن ستكون 6 × 5 تساوي 30. أيضا لدينا هنا 4 × 7 = 28، لا أستعمل الجمع، لا أستعمل الطرح، وإنما سيكون عملية ضرب. 4 × 7 = 28. نلاحظ هنا لدينا 9 × 5 = 14، 14 أكبر من 9، إنها عملية جمع، ستكون 9 + 5 تساوي 14. لدينا هنا 8 × 5 = 3، إنها عملية طرح، 8 + 5 = 3.
ايضا هنا اتذكر جدول ضرب 7، 7 في 5 تساوي 5 و30. لدينا هنا 9 وهنا 0 يعني يساوي 0، انها عملية ضرب اي عدد مضروب في 0 يساوي 0. هنا لدينا 8، 3 تساوي 11، انها عملية جمع. 8 زائد 3 تساوي 11. لدينا 7، 7 49، اذا 7 في 7 تساوي 49. حاول ان تميز بين العلامات زائد وناقص وفي. ونمر للنشاط الثاني، اضع وانجز العمليات التاليه. سنبدا بالعمليه 103 في 3. سنضرب الوحدات، سأحسب جداء عددين أحدهما من 3 أرقام والآخر من 3. سأضرب 3 في الوحدات و3 في العشرات و3 في المئات، يعني 3 في 3 تساوي 9، 3 في 0 تساوي 0، 3 في 1 تساوي 3. ونمر للعملية الثانية، لدينا 24 في 7. 7 في 4 28. أكتب 8 وأحتفظ بـ2. 7 في 2 14 والاحتفال 16. نمر للعملية الثالثة، 145 في 6. 6 في 5 تساوي 30، أكتب الصفر وأحتفظ بـ3. 6 في 4 24 زائد 3 27، أكتب 7 وأحتفظ بـ2. 6 في 1 تساوي 6 زائد 2 تساوي 8. ونمر للعملية الأخيرة، 126 في 8. 8 في 6 48، أكتب 8 وأحتفظ بـ4. 8 في 2 16 زائد 4 تساوي 20، أكتب الصفر وأحتفظ بـ2. 8 في 1 8 والاثنان 10. لدينا جداء عددين، تقنية الضرب، تطبيق تقنية الضرب بالاحتفال وهنا بدون احتفال. نمر للنشاط التالي والذي هو عبارة عن مسألة، بمناسبة الدخول المدرسي اشترت أم 4 محفظات بثمن 75 درهما للمحفظة الواحدة، كم المبلغ الذي دفعته الأم للتاجر؟ اشترت 4 محفظات بثمن 75 درهما للمحفظة الواحدة. بعد قراءة النص يجب عزيزي المتعلم، عزيزي المتعلمة، أن تميز الحل. هل أستعمل الجمع، الضرب، الطرح؟ بما أن لدينا ثمن الوحدة ستكون عملية الضرب، ونحسب المبلغ الذي دفعته الأم على الشكل التالي. أكتب المبلغ الذي دفعته الأم هو. إذا لحل العملية سنستعمل الضرب، 75 في 4. أضع وأنجز، لدينا 75 في 4. 4 في 5 تساوي 20، أكتب الصفر وأحتفظ بـ2. 4 في 7 28 زائد 2 30. 75 في 4 تساوي 300. إذن المبلغ الذي دفعته الأم هو 300 درهم. ونمر للنشاط رقم 4، عبارة عن مسألة، تحتوي علبة بيض على 12 بيضة،
احسب عدد البيض الذي تحتوي عليه 7 علب. إذا لدينا علبة واحدة فيها 12 بيضة، علبتين سيكون فيها 24، سيتم الضرب في 2. وبما أنه المطلوب في السؤال أن أحسب عدد البيض الذي تحتوي عليه 7 علب، سنستعمل الضرب ونكتب. إذا عدد العلب أو عدد عفوا البيض الذي تحتوي عليه 7 علب هو 12 في 7. أضع وأنجز، لدينا 12 في 7. 7 في 2 14، أكتب 4 وأحتفظ بواحد. 7 في 1 7 والاحتفاظ 8. إذا عدد البيض بالعلب 7 هو 84 بيضة.